هلا في عنا شوية ملاحظات هني أو أمر يعني تابعة للشيء اللي أخذناه بالدروس الماضية. أول شيء نحن في عنا شغلة بتعامل مع مع القشريات شفناها من قبل. هلا أنا إذا عندي هون قشرية رح أعطيه هون ليث بغض النظر عن شكلها كيف ما كانت، بس أنا إذا عندي قشرية مثلا وهاي القشرية بدي أعمل لها جدار هون سواء مرسوم من مسقط أو أنا بدي أرسمه، ممكن أنا أخذ هون لاين ماشي، الجدار رح يجي معي تقريبا هيك. دول طبعا رح نعطيهم كان بزيير او سموث، طبعا لو مرسومين بالضبط بيعطونا نفس القوس تماما. العموم هلا مثل ما شايفين رسم معي المسقط، فالفكرة انه بدي قصه لحتى ياخذ السقف للشكل هذا. رح اعطيه هون اكسترود، رح اعطيه الغي الكابشر، رح اعطيه هون شيل مشان يعطينا السماكة. نزيد الاكسترود اكتر، فشايفين النتيجة. هلا الفكرة هذا بده ينقص على ارتفاع السقف، فهون في عنا امر جديد رح ناخده من شيء اسمه كومباوند اوبجيكتس. اليوم رح نشوف، شفنا منه سكتر، اليوم رح نشوف شيء اسمه بروكتر. هلا البروكتر مشان يطرح هالامر هذا، اول شغلة بدنا نعرفها انه البروكتر باخده للجسم اللي بده يقص، يعني مين عندي هون بده يقص؟ هو السقف ما هيك، فبدنا ناخده لإله. الشغلة الثانية بدنا نشوفها انه دائما يفضل اعمل منه نسخة. طبعا هلا بنشوف فينا نتجاوزها بعد شوي. مبدئيا رح هون اعمل له نسخة كوبي ورح اخفيها مبدئيا، رح اعمل له هايد سيلكشن بزر اليمين، تمام؟ اخذناها هلا، قول له هون برو كتر، بعطيه هون هاي كتر اوبجيكت اسمها اللي هو بدي قص، شو بعطيه هون بيك؟ ستوك اوبجيكت يعني المجسم الاساسي. نقرنا نقرا على الجسم، لاحظ شو عمل لي. طب هنا كيف قصه؟ طبعا شو بقيان يعني هون اعمل له كونفيرت تو بولي، بحدد الاليمنت الفوقاني وشو بنعطيه؟ ديليت. فصار عندي هون المجسم جاهز، نعطيه ان هاي دول على الضغط على ارتفاع السقف. هاي كتير مهمة بالنسبة للتعامل مع القشريات اللي اشتغلنا فيها من قبل. كان في خاصية بالكتر، نعمل كنترول زد من هون، ممكن اقول له بدال الموف اقول له كوبي، فهون بوفر علي موضوع النسخ. رح اقول له بيك بس بالعكس يعمل كوبي للثاني. طب خلص اعملوا له كوبي، اعملوا له نسخه قبل احسن. كنا نعمل بالعكس، كنا نجرب اخر محاوله. هي برو كتر كوبي، بقول له بيك كتر اوبجكت، ما رح يمشي الحال. خلص بنعمل نسخة مثل ما اشتغلت أول شيء، وبنعمل له بيك ستوب أوبجكت. يعني نقص السقف على الجدار، نقص الجدار على السقف، نعمل مرحلتين. هلا ما في داعي مرحلتين ليه؟ يعني احنا بس قصينا نحن الجدار قد السقف، طيب هي كمان حواف السقف اللي نقصها على قد الجدار. بالعكس يعني قصدك ايه ممكن ايه. انا ببالي قصدك بنفس الفترة ايه بتطبع معك تماما. هي كتير كتير مفيد بالتعامل مع القشريات، وبالذات يعني احيانا انه عنا جدار بيكون ما له مسقط نظامي، بيكون معمول كروس سكشن. اذا عنا جدار معقد معمول من كروس سكشن فيه جوائز معينة او شيء، خلينا نقول جدار صالي او شيء فيه جوائز معدنية مثلا، فكتير بفيدنا هذا الامر لانه بيطرح مثل البوليان. وقد ما كان المقطع معقد كمان ما بيعمل مشاكل. هلا بجوز كان بعض ممكن يقول لي انه نطرحها بالبرو بوليان العادي، بصراحه ممكن يمشي حال، بس مشكلته انه احيانا بيعمل مشاكل اذا المجسم كان كتير معقد، يعني ما انا مصمم انه يكون المجسمات معقده، فهي بدنا ننتبه لها. نتعامل نحن مع البرو كتر. هلا ملاحظات تانية كمان، يعني انا بناخذ هيك من كل شغل شوي لانه بدنا نسكر موضوع الموديلينج تقريبا اليوم. انا اذا عندي مثلا
ناخد زخرفي اذا عنا هوني معيش نرجع تكست عنا زخرفي ما مثلا فهاي هلا فرضا اذا قلنا له بدنا نعمل لها اكسترود شكل ما اقول له كاب كاب معلش رح اعدل فيها شوي هي edit spline بس تشوه الشكل شوي ورح هلا هونيك شوهنا هون مثلا رح احذف الضلع ما اللي هو هاد ديليت ما شوف هلا الشكل هون شو صار فيه عنا فيه مشاكل ما هيك هلا احيانا لما بدخل انا مخطط اوتوكاد كبير او شكل زخرفي معين بعمل له اكسترود فحصه بالاساليب الطبيعيه يعني بصير كثير صعب عليه اذا عنا كثير نقاط نحن قلنا بنمر عليهم بشوف يا ترى النقطه رقم واحد هون في عندي نقطه ولا نقطتين يعني ببين معي بالضبط انه هون والله هاي بدها ولد ولا لا قلنا بناخذ السبلاين اذا انا حددته اذا ما اخذوا كله شقفه وحده معناتها شو في نقطة كمان ما أنا ملحومي أو نقطتين فوق بعض فأحيانا إذا كان المجسم كتير تقيل وكبير رح يعمل لي مشاكل لذلك بدنا ننتقل على آخر قائمة ما رح ندخل لغير هلا شيء اسمه utilities بقول له هون مار في عنا شيء اسمه shape check هو مشان ينبهني لهالأخطاء هاي طبعا إذا مفعل له أنا الإكسترود ما رح يقبله بيكون 2D حصران فهون رح أقول له pick object وبحدده فورا حدد لي شو وين المشاكل اللي عندي؟ يقول لي هون عندك تقاطع خطين، هلا هاي انا اذا كنت احيانا بالزخارف تطلع كثير صغيره هاي المشكله و يعني ما بتبين علي لانه هون هي مثلا ما انا مشكله والله نقطه وحده يعني اذا انا اجيت بدي افحص الخط كامل ما هيك؟ اجيت بدي افحص في عندي نقطتين فوق بعض رح اقرب عليها شو رح يعطيني؟ انا الشكل نظامي، فهاي المشاكل بالذات ما بحلها غير اني انا ادخل على شيء اسمه شيب تشيك بقول له بيك فورا بنبهني شو وين عندي التقاطعات هاي هذا كتير مهم خلوا بالكم ناخذه نحن من اليوتيليتيز بقول له مور بضيفه بصير موجود عندي هون ومثل ما قلتلكم هذا لو كنا مطبقين عليه اكسترود ما رح يقبل ياخده فهي بدنا ننتبه لانه يكون حصران شكل 2D في عنا اضافات تانية كمان على الماكس مهمة اذا في عنا شيء اسمه سكريبت هلا سكريبت هي عبارة عن برامج صغيرة أو أوامر صغيرة بتتبرمج بعدين بضيفوها على الماكس فمن هالسكريبت مثلا في عنا شيء اسمه سويب بروفايل هو أمر حلو كتير من السوية بس مثل ما قلت لكم شو بيعطيني بيأمن لي مقاطع جاهزة طبعا هاد شيء كتير بوفر علي وقت بكفي أخده بس وزدته على الماكس لاحظين رح يحمله قال لي صار موجود عندك اوكي عم يعطيني اياه من هون رح انتقل على سويب فبلاقيه هون صار موجود عندي ضافه شيء اسمه سويب بروفايل طبعا رح اخده كبس مع سحب كبس مع سحب ومنحطه من تول بارز سويب بروفايل كبس مع سحب وبحطه مع القائم اللي عندي اياهم هون ما له رمز هو بيطلع معنا بهالشكل هذا السويب بروفايل انا اذا عندي سيركل هون بكفي بس اكبس عليها طبق هالامر هاد مباشرة رح يعطيني مجموعة مقاطع جاهزة فانا بكبسة زر هون لاحظ شو اعطاني المقطع المرسوم معنا هون طبعا هاد شيء قد رح يوفر علي وقت وفي مقاطع قد ما كان الواحد يعني تعبان علي راسما ما رح تطلع معه بهالدقة هاي رح اعطيه مرور شايفين التفاصيل هاي ما احلاها ممكن اخذ مقطع تاني تخيل هالشيء بوفر علينا وقت
هاي مجموعة منهم، في له مجموعات تانية بس ما قدرت تحصلها، هدول مجانيات، هدوليك حاطتهم بمصاري يعني، فما قدرت توصلهم. طيب انا مثلا اذا عجبني هذا المقطع وبدي اياه لشيء غير السويب، فما في غير انه نطبقه على السويب، بعدين نرجع على شيء اسمه اكستراكت، عم يعطيني بدي اياه، رح اقول له كوبي لانه بتعدل عليه. اوكي، فبلاحظ انه اعطاني المقطع هون، هذا ممكن اخذه اعمل له اكسترود، استفيد منه بالشل مثل ما اخذنا. فكمان كثير كثير رح يفيدنا بالشغل. غير السويب بروفايل شو عندنا سكريبتس، انتم طبعا ممكن تمروا عليهم او تدوروا على الانترنت اذا في شيء ثاني. في عندنا شيء اسمه مثلا كابينت كرييتر، كيتشن كابينت، هذا امر خاص بالمطابخ. شوفوا اول ما نحن نضيفه، تخيلوا عم يعطيني، اذا شفنا القوائم اللي عندنا عم يعطيني شيء اسمه فلور يونتس اللي هني الخزن الارضيات، عم يقول لي يونت 1 طولها ابعادها كم بابي بدنا، بدي اياها مثلا مفتوحه عباره عن رفوف بس، او بدنا اياها عباره عن ابواب او جرارات. تفضل. فتخيل حجم الامكانيات اللي رح يعطيني اياها، ممكن انا اقول له بدي الستي كل وحده منهم ندخل الشيء اللي بدنا اياها. طيب رح اقول له كبسي هون، اقول له شيء اسمه راندوم كرييت، شوفوا شو رح يطلع منه. شو رايكم؟ مطبخ جاهز، كبسي وحده. فهدول اذا انتم قعدتوا تدوروا عليهم تلاقوا كثير 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 بصراحه مجموعه كبيره يعني لاي شيء بدكم اياه. هدول كل وحده منهم تقدر تحددوا عرضها من هون، ماشي، كم جرار بدنا، شو نوع المسكات، يعني هاي اللي شايفينها هون بس باكساء باضاءه بتطلع معنا مطبخ احترافي. ممكن بعد ما تخلصوا انتم تضيفوا. لا ما انا مكسي بس موزع، بكره نشوف ايديات يعني شو هو صحيح جسم واحد بس، هون بس بدك تعطي الخشب والرخام والمواد هاي، هو موزعين لحالهم يعني. فممكن تشوفوهم كمان، ما بعرف في شيء ثاني اسمه فلور جنريتور، ما نتذكر شو هذا، خلينا نشوفه. لا هدول البرانيات كل ما لا مجرد ضفتهم مره وحده، سويب بروفايل عم يعطيك اختصار له، البقيه يمكن اذا دخلت هون على كستمايز، ادخل على التول بارز. لا هدوليك البقيه بدك تضيفهم كل مره، كل مره تحطهم. جرب هون اعمل له كرييت، يمكن هذا اللي بيعملوا له تقطيعات الارض او هيك شيء، بس ما انا بتذكر بالضبط شو. ماشي بجربوا فيه، انا اذا لقيته شيء خبروني. كليت ايه بالضبط، عم يعطينا تقطيعات الباركيه بس بيعطيني اياها مرسوم رسم، يعني هدول بالرندر بيعطوا دقه خياليه، والابعاد كلها اللي شايفينها هون ممكن نتحكم فيها. رح له سكيل مثلا 10%، هنشوف النتيجة. شايفين؟ في منهم تانين بظن إذا بدنا نعمل تحشيرات مثل تحشيرات الأوتوكاد والأرضيات، في برامج تانية يعني، هاي كتير شغلات مأتي بالماكس، إنه التحشيرات الغريبة ماكس ما فيه تحشير، وما فيني أقطع أرضية حسب تحشيرات الأوتوكاد، فدائما بيجوا منهم يا اما بلوكات جاهزه عباره عن ارضيه مقطعه وفيها زخارف مثلا، يا اما عباره عن سكريبتس مثل هالسكريبتات هدول. فهدول كانوا اخر امرين رح نشوفهم لليوم، وهيك ان شاء الله نحن نكون نهينا القسم الاساسي بالماكس، هو اصعب شيء اللي هو قسم الموديلينج. يعني بصراحه معظم التمارين اللي اخذناها بدوره كانوا جدد يعني، ما اعطيها بدورات ثانيه، ودرس اليوم اغلب هدول الاوامر ما اعطيها بدورات ماضيه. فموضوع التسجيل وموضوع انه كان القطع البروجيكتر يعني كان لصالحكم. ماشي، حد عنده اي شيء؟ سؤال اللي تقولي بوليان مثلا، يعني احنا عندنا بوكس اي هذا حولنا اخذنا سطح يعني بوليكون اللي معكم سطح، اذا بدنا ناخذ يعني جزء محدد من هالسطح بكون نحن راسمين، يعني جزء مثلا رسمي حرة ما أنه منتظم، ما أنه منتظم بس يصير من ضمن هالسطح، يصير شيء أكبر منه. إيه، طيب هلا في عنا أمر بال
ماكس اذا اخذنا شكل معين هو الشكل هذا. في عنا كان شيء اسمه بالكومباوند اوبجكت شيء اسمه شيب ميرج، انا ما بعطيه لانه كثير تعامل معه، قول له بيك شيب فهو فورا شو راح يعمل؟ اسقط لك يا هون هيك. شو هذا صار معنا كبوليجون؟ يعني اذا عملته هون حولته لبولي تقدر تحدده هذا لحاله وتتعامل معه. بس يعني شو الفكره؟ هذول اللي نحن ما بنتعامل معهم لانه خلينا نجرب نعمل له اكسترود بس بيعملوا كثير مشاكل احيانا. هلا هون ما عملت شيء، بس عاده مثلا هاي ما بعرف بالاكساء احيانا هذا الخط بيطلع ظاهر احيانا، بس هذا امر الشيب ميرج. بس عاده نحن اذا عندنا مثلا فراغ ما بدنا نقطع فيه شيء افصلها وطرحها بوليان بس لإلها، عرفت شلون؟ بتفيدك كتير. يعني هذا الشيب ميرج بس عبارة عن رسمنا سطح بتحدده وين موقعه وشو راح يعمل، راح يسقطه اسقاط على الجسم. بس يعني مثل ما قلت لكم ما تحاولوا تستعملوه كتير لانه تقيل على الجسم هو والبوليان. وما بيكون عندي مثلا واجهة كاملة خلونا نقول فيها شباك واحد، بيجي باخذ كل الواجهة وبعمل لها برو بوليان بضرب لنا اياها كلها. شو بنعمل؟ بنفرغ بس هذا البوكس وبنطالعه لحال، يعني بحيث اذا صار عندي مشكله او شيء ما اخسر الجسم كله. هاي شغله كثير مهمه. الشغله الثانيه وانا عم حفر الكتل بلشت خطوه خفت منها انه ممكن تضرب لي الشكل، فورا شو بنعمل؟ كوبي وهايد سلكشن، ماشي. وبالشغل لما انا عم حفر مشروع خلصت اول مرحله فورا سيف از 02، كان اسم مشروع مثلا بعطيه 02، مرحله ثانيه فورا سيف از 03. يعني في مشاريع حنا بجوز تاخذ 30 نسخه اذا مشاريع كبيره. ما بشتغل على ملف واحد بعدين بخسر انضرب راح شغلي كله. هاي الشغله كثير مهمه بدكم تنتبهوا لها، يعني سواء هون او بعدين. في شغله ثانيه كمان انه انا يعني بدي حفر، طيب ممكن التحفير يعجبني ممكن لا، ما بحول تحويل. شو بنعمل؟ بنضيف بولي. ضفت هون امر التعديل بولي مثلا، اخذت هاي خلونا ناخذ هدول، قلت له مثلا انسيت باي بوليجون تمام، وهي هون اكسترود تمام. طيب خلصت انه يا ترى التحفير حلو ولا ما حلو، فورا على البولي بطفيه وبشعل بشوف قبل وبعد مثلا. طيب بعد ما حفرت بضيف ايديت بولي ثاني مثلا. في مشاريع حنا بنشتغلوها، تخيلوا مثلا الايديت بولي هذا ممكن نعيد تسميته، يعني ما بالضروره يكون هيك، فممكن اضغط هون اقول له رينيم طيب ما راح يقبل هذا، ممكن هون اقول له مثلا ويندوز مثلا. هي صارت هون طبقت شو تحفير الويندوز. ممكن بعدها مثلا اقول له رينيم مثلا جلاسز، يعني ما بضرر انه يبقى الاسم نفسه، عرفتوا شو الفكره؟ فانا هون مثلا وصلت لمرحله لقيت التحفير كان كثير طلع بشيء، طب خير ان شاء الله يديليت، رجعت للمرحله اللي قبلها، عرفتوا شو الفكره؟ وبعد ما اخلص كل شيء امنت انه الامور كلها تمام بحفظ نسخه ثانيه بحول لبولي مشان اكسب انه انا الاكساء رح يطلع معي الامور تمام، وبعدين بشتغل على راحتي بملف جديد. بس ما عاد بصير هون في خوف انه انا ما عاد ارجع خطوه لورا، تمام هيك؟ ان شاء الله رح نكمل من الجلسه الجاي، رح نبدا قسم مشاريع. هلا رح احاول احضر غرفه جديده نشتغلها سوا، وبعدها رح ناخذ مشروع من القدماء، واذا قدرت رح احضر مشروعين جدد ان شاء الله يتسجلوا. يعني بدي احاول اركز انه يكون معنا مشاريع صعبه انه منحنيات وهيك شغلات غريبه، لانه الخطوط المستقيمه يعني شايف اغلبكم مشي فيها و مسجل، يعني اللي رح يلاقي صعوبة ممكن يرجع يتابع فيها. ماشي، حدا عنده شيء؟ طيب ماشي، يعطيكم العافية.